هيلعب اديها اديها كم يلعبوا راح ليدي يعطيها لك يعطيها لك ما كاينش واحد يلعب بحاله لا فينال ايسر واش بك يا مروان تما يا مروان صحفي بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد هلالي رئيس جمعية المستقبل الثقافي السياحي لبلدية سي محجوب. اليوم نظمنا دورة في بما يخص عيد الطفولة بالنسبة للأطفال. اليوم رانا في النهائي، هذه الدورة كانت بالتنسيق مع المركز الثقافي والممول الرئيسي كان العباس شويحي رئيس بلدية ولاد بعشرة، هو اللي كان مول هذه الدورة ومشكور على هذا المناسبة، يعني كما راه دعمنا ويعطيه الصحة لأنه مشينا وين بلايس ما دعموناش إلا هو اللي وقف معنا ودعمنا يعطيه الصحة، نتمنى له التوفيق. راك تشوف أجواء راهي مليحة، سي محجوب الناس كل ناشطة، الناس كاع اللي طبيهم الحال وخاصة الأولاد الصغار، الأولاد الصغار فرحوا بزاف. نتمنى إن شاء الله هذه الدورة تزيد تكمل يعني كل مرة كاين دورة إن شاء الله. وراهم شويه متغلبين جايين كبار مع صغار ولا من يعرف. ايوا واش رايك في الدوره هذه؟ الدوره هذه شابه ان شاء الله. مليحه مليحه مليحه. ما عندهمش وين يروحوا؟ ما عندهمش وين يروحوا، هذا الشباب هذه هي بلاصتو هنا. بالنسبه للشباب هذا هو هذه هي الحاجه اللي حوسوا عليها، وهذه هي اللي راني كذا ومازلنا وحنا نطلبوا رب العالمين يزيد يوسعوا في الحاله وتكون الشباب يلعب الرياضه خير من يروح يبيع حوايج اخرين ولا يعني كذا امور. انا على حسب ما راني شفت يعني شباب والله غير يعني هذه رب العالمين وراه في الرياضه احسن من حاجه اخرى. ونطلبوا انتم ثاني ان شاء الله الله يتيكم عليهم ان شاء الله. السلطات ان شاء الله تكون خاف ربي في الاجيال هذه. هذه اللي نطلبوها هنا عند رب العالمين. وهذه بلادنا وكل واحد يقول كلمه زينه تنفع بلادنا. اذا كان كنا ماناش يعني 50% مخربة و 50% تبني تغلب ال 50% تغلب المخربين. الدورة هذه راه قايم بها محمد هلالي. على رأسها محمد هلالي. أيوة. هو اللي قايم بالدورة. واش تقولنا عليها؟ وما شاء الله يعني الشباب هذا ما لقاش وين يروح. من ناحية الكبار ولا من ناحية الصغار. الكبار عندنا مدة طويلة ما كاش ملعب هنا. لونجاجمون تاع الفريق كبير. أيوة. يعني هذا الشباب الصغير محمد هلالي نظم هذه الدورة وراه داير هذه الدورة ما شاء الله يعني في القمة. وش وراك تشوف الجمهور كل واحد هنا راه جاي الجمهور يتفرج في وليده. يعني نحوا لنا شوية ضغوطات على نفوسنا. نشكر المنظمين على القايمين هذه الدورة. والله غير حاجة ما شاء الله. عندنا بزاف ما شفناش دورة كيما هذه، رانا في مدة 7 سنين ولا 8 سنين ولا. والسبب راجع انه المسؤولين ما عندناش مرافق رياضية، ما عندناش ولادنا وين يروحوا. هذه فرصة باش ولادنا يحتكوا بالرياضة، وباسكو الرياضة هي التربية وقبل كل شيء. حاجة تفرح. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.